السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكلم عن طريقة عمل بث مباشر من الهاتف بدون 1000 مشترك، يعني لو قناتك فيها 50 مشترك فأكثر، من خلال الهاتف وبدون أي برامج وبدون الحاجة ان انت تدخل على العرض بإصدار سطح المكتب والحاجة، من تطبيق اليوتيوب مباشرة اللي موجود على الموبايل بتاع حضرتك. أول حاجة إعدادات صغيرة لازم تعملها، أول حاجة لازم تفعلها هتسحب شاشة الموبايل كده تمام، وتفعل تدوير تلقائي للشاشة، تفعل تدوير تلقائي، دي نمرة واحد مبدئيا كده عشان ما تنسهاش. لما هتدخل لتطبيق اليوتيوب عشان تعمل البث المباشر، لو حضرتك أول مرة هتضغط على علامة الزائد عشان تعمل البث المباشر، طبعا اكيد هتيجي تضغط على بدء بث مباشر. لو لاول مرة هتعملها هيجي يقول لك اليوتيوب ان انت مش هتقدر تستخدم الميزة دي الا بعد مرور 24 ساعة. ما تقلقش، بعد 24 ساعة هتيجي تعمل الخطوات دي وتضغط على بدء بث مباشر، هيجيب لك مجموعة قيود تمام، هيجيب لك مجموعة قيود وهتضغط على بدء بث مباشر زي ما انت شايف حضرتك قدامك. هنا اول حاجة الكاميرا، علامة الكاميرا يدك الشمال دي كده هتجيب لنا الكاميرا كده الخلفية، دي كده الكاميرا الخلفية. لو ضغطنا عليها كده جيب لك الكاميرا الامامية. خلينا كده على الكاميرا الخلفية عشان نقدر نصور ونقدر تبقى الامور واضحة قدام حضراتكم. اللي جنب الكاميرا دي اللي في شكل موبايل دي لو ضغطت عليها حضرتك، دي لو حضرتك هتعمل بث مباشر للعبة او بث مباشر لشاشة الهاتف، لو انت مسجل فيديو على الموبايل ولا حاجة وعايز تعمل له بث مباشر، وده هيكون موضوع الفيديو القادم ان شاء الله. احنا هنشتغل النهاردة على عمل بث مباشر ان انت تطلع بصورتك كده تمام. اضغط اخلي الكاميرا الخلفية. اول حاجة طبعا حضرتك لابد وان انت تكون يعني عملت صورة مصغرة للبث المباشر ده موجود على الهاتف عندك. اول حاجة كمان عملناها اللي هي سحبنا شاشة الموبايل وفعلنا ميزة التدوير التلقائي للشاشة. ليه؟ عشان لما نيجي نبدأ البث المباشر تقدر تشتغل وانت في الوضع افقي، يبقى شكلك او صورتك او حضور حضرتك على البث المباشر بكامل الشاشة بالعرض تمام. انا هنا شغال بالوضع الافقي عشان ما يحصلش خلاف في التصوير لشاشة الموبايل وانا بسجل لحضرتك. هنيجي اول حاجة طبعا هنعملها ان انت حضرتك بتكتب العنوان. هبدأ مع حضراتكم حاجة كده سريع. طبعا حضرتك لابد ان انت عارف هتتكلم في ايه في الفيديو ومحضر العنوان بتاعك. انا هكتب بس تجريبي تمام. تحت العنوان في علني هضغط عليها. انا طبعا عشان بصور لك طريقة عمل البث فهختار غير مدرج عشان ما اطلعش بث مباشر على طول. حضرتك هتختار علني طبعا تمام. الموقع هنا لو انت عايز تختار الموقع، البلد اللي انت فيها. بعد كده الجمهور طبعا هتختار المحتوى ليس مخصص للاطفال. لو ضغطت عليها كده لم يتم تحديد خيار او نعم المحتوى مخصص للاطفال، انا هختار لا المحتوى ليس مخصص للاطفال. بعد كده طبعا وضع تقييد المحتوى اللي فيها عمرية معينة هتختار لا اريد اتاحة الفيديو فقط للمشاهدين الذين يتجاوز عمرهم 18 عام. بعد كده في مزيد من الخيارات هتضغط عليها حضرتك تمام. مزيد من الخيارات دي عشان تعمل الوصف للفيديو. طبعا انا حاطط هنا وصف ثابت اللي قدام حضرتك، انت هنا هتيجي في اضافة الوصف وتكتب الوصف اللي انت حضرتك عايز تعمله اللي يتناسب مع الفيديو. يعني انت مفروض ان انت البث ده ما هو الا فيديو، ليه عنوان يكون جاذب، ليه وصف يكون بيقدم معلومة عن محتوى فيديو البث المباشر. بعد كده غير مدرج، انا عملته غير مدرج، طب حضرتك هتعمله علني. بعد كده الجمهور ووضع تقييد المحتوى الفئة عمرية معينة، احنا اخترنا ان هو مش متقيد بفئة عمرية معينة. بعد كده هتيجي حضرتك على جدولة
جدولة للعرض لاحقا. يعني ايه الكلام ده؟ لو ضغطت عليها كده حضرتك تمام بيجيب لك التاريخ وجنبه الساعة. يعني انت لو عايز حضرتك البث المباشر ده يعني عايزه بكرة الساعة كذا او بعد بكرة الساعة كذا في تاريخ معين، هتضغط على التاريخ هنا وتختار التاريخ اللي انت عايزه. هتضغط على الساعة، الساعة اللي انت عايزها عندك خيارين، اما الساعة اللي انت شايفها حضرتك دي كده، او لو ضغطت هنا على علامة المستطيل دي اللي فيه نقط ده كده هتختار الساعة وتحدد الساعة كتابة بإيد حضرتك هنا. تمام، انا اعمل الغاء ومش هفعل جدولة للعرض لاحقا. تمام، في ايه تاني عندنا؟ في الاعدادات المتقدمة. الاعدادات المتقدمة بيكون فيها السماح بالمحادثة، طبعا لازم حضرتك تفعلها كده تبقى باللون الازرق. لو انت بتروج لمنتج معين ولا حاجة والفيديو ده او فيديو البث المباشر ده بتضمن اعلان ترويجي مدفوع بتفعلها كده. تمام، انا طبعا مش هفعلها. ولو قناتك مفعلة للربح بيظهر هنا تفعيل الربح، بتضغط عليها ايضا وتفعلها. نرجع تاني تمام، نضغط على التالي عشان يلتقط لك صورة مصغرة. اضغط على التالي، هيلتقط لك صورة مصغرة. طبعا انت حضرتك انا قلت لك المفروض ان انت مجهز صورة مصغرة عندك على الهاتف. طيب عشان نغير الصورة المصغرة اللي هو، لو حبيت تسيب الصورة المصغرة اللي هو التقطها لك مفيش مشاكل، لكن لو عايزين نغير الصورة المصغرة هتضغط على علامة القلم. ده هيظهر لك ثلاث خيارات: تعديل الاعدادات اللي هي خاصة بالمحادثة والاعلان ترويجي والكلام ده كله، واي اعدادات انت عايز تعملها. تمام، نضغط على القلم تاني. لو عايز تغير الصورة المصغرة في خيارين التانيين، التاني والتالت، اللي هو يلتقط لك صورة مصغرة تانية هتضغط على علامة الكاميرا، او التالت ده اللي هو تحميل صورة مصغرة من الهاتف عند حضرتك هتضغط عليها. تمام، انا مش عايز حاجة من الكلام ده كله. هتضغط بعد كده على بث محتوى مباشر، هتظهر لك قدام حضرتك كده صورة الموبايل في الوضع الرأسي وجنبه سهم كده والوضع أفقي. طبعا حضرتك لو عايز تصور بالوضع الأفقي هتدور الموبايل بإيدك. احنا كده كده مفعلين ميزة تدوير التلقائي في الأول خالص من أعلى شاشة الموبايل. تمام، انا هسيب الوضع زي ما هو كده هنا كده واكمل بقى عشان اعمل بث احترافي. اخرج من هنا. تمام، واروح على جوجل كروم عشان نكمل الخطوات. طبعا هتخش على العرض باصدار سطح المكتب، وهتدخل على استوديو اليوتيوب على محتوى القناة. على محتوى القناة انا هنا لاحظ ان انا عامل لها ايقونة على الشاشة الرئيسية على طول عندي على الهاتف، وهقول لك تعمل الكلام ده ازاي بدل ما كل شوية تكتب في جوجل تسجيل دخول يوتيوب وتختار العرض باصدار سطح المكتب وتختار قناة وتختار العرض باصدار سطح المكتب وهكذا والكلام ده كله. انا كده على طول دخلت على محتوى القناة بالعرض باصدار سطح المكتب مباشر على طول من خلال زي ما انت شايف حضرتك كده. تمام، ايه اللي انت هتعمله حضرتك؟ هتلاحظ هنا الخطوات دي مهمة شباب عشان تعمل بس فعلا يعني باحترافية. تمام، هتلاحظ المحتوى القناة هنا عندك انت هنا تماما بتستخدم الكمبيوتر. تمام، هتلاقي الفيديوهات المحملة وجنبها بث مباشر، هتضغط على بث مباشر. هيظهر لك هنا حضرتك زي ما انت شايف كده بث تجريبي اللي احنا لسه عاملينه هنا كده، هتضغط على علامة القلم ده عشان نكمل بقى ايه التفاصيل كاملة. ادى العنوان احنا كتبناه، وادى وصف الفيديو عملناه. تمام، وجدولة ديت هتظهر هنا بالجدولة، الصورة المصغرة اكيد احنا اخترناها، وهنا بالنسبة لقائمة التشغيل هتختار هنا قائمة تشغيل. تمام، قائمة تشغيل. تمام يا شباب، بعد كده احنا اخترنا اعدادات الجمهور انه لا الفيديو ليس مخصص للاطفال، وبعد كده اسفل حظر المحتوى على فئات عمريه معينه هتلاحظ عرض مزيد من الخيارات. عرض مزيد من الخيارات هتضغط عليها. هنا هتيجي على العلامات، طبعا هتحط علامات دلاليه
تمام لفيديو البث المباشر تكون يعني بتتعلق بالكلمة الرئيسية المستهدفة في البث المباشر اللي انت حضرتك عملته. هذا هنا بعد كده التاريخ، تاريخ التسجيل والترخيص والفئة، كل الاعدادات دي كده تمام خلصنا منها. اسفل علامة القلم بتاع تفاصيل الفيديو دي هتلاحظ النقطة اللي بين قوسين دي، هتضغط عليها اللي هي التخصيص، ودي مهمة جدا عشان مش اي حد، ودي هتزود لك مشتركين على حسب جودة البث المباشر اللي انت بتعمله. اول حاجة هتلاحظ في تخصيص البث هتلاقي المحادثة المباشرة محادثة مباشرة، وبعد كده المربع الثاني اعادة تشغيل المحادثة المباشرة، فعلها بحيث بعد ما ينتهي البث اي حد يدخل على البث ده هيلاقي المحادثة المباشرة شغالة. الاهم بقى اوضاع المشتركين، نصيحة، اختار ان المستخدمين الذين يمكنهم ارسال رسالة يعني يبعثوا رسائل على البث، اختار المشتركون فقط. ليه هنا؟ عشان اي حد يجي يدخل على البث عايز يكتب رسالة لحضرتك ولا حاجة يشترك الاول، واختار من ضمن الحد الادنى المسموح به للمشتركين، اختار اي مدة كده خلاص، سيب تأخير الرسائل والكلام ده كله، وما تنساش تضغط على حفظ هنا. تمام، يبقى احنا كده تخصيص البث خلاص خلصنا منه، وتفاصيل الفيديو فيديو البث خلصنا منه. نرجع تاني نروح على البث نفسه، ما تقلقش من هنا ولا حاجة، ادى البث زي ما انت شايف حضرتك موجود اهو، بث تجريبي. كل ما عليك حضرتك هتضغط على بث محتوى مباشر، هتطلع لاين على طول، مفيش اي مشاكل. طبعا عشان انا لو ضغطت على بث مباشر او بث محتوى مباشر هدور الشاشة بتاعت الهاتف، ايوة زي ما حضرتك عارف كده، تمام، عشان اظهر بالتصوير بالوضع افقي للمشاهدين. انا مش هضغط على بث محتوى مباشر عشان اختلاف التصوير بالافقي والعمودي على تصوير الشاشة بالبرنامج اللي انا بسجل بيه هيبقى في اختلاف لحضراتكم، فانا مش عايز اشغلكم بالموضوع ده. الفيديو القادم ان شاء الله هعرفك ازاي تعمل بث مباشر للعبة للالعاب، او تعمل بث مباشر لشاشة الهاتف لو عندك فيديو او عندك اي حاجة معينة انت مسجلها على الهاتف المحمول بتاع حضرتك وعايز تعملها بث مباشر. اتمنى ان انا اكون ما تقلتش عليكم في الشرح، وصلت لكم معلومة مفيدة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش باللايك والشير وتعليقاتكم اكيد داعملينا واشتراككم بالقناة. وخلي بالكم يا شباب، احنا هنا عملنا بث مباشر، استخدمنا تحديثات اليوتيوب الجديدة اللي هي بث مباشر من تطبيق يوتيوب الهاتف بدون داعي ان انت تستخدم اي برامج، وبدون الحاجة لألف مشترك، 50 مشترك فما فوق تقدر تعمل بث مباشر من الهاتف الجوال. في حاجة تانية كمان، انت مش هتحتاج للدخول للعرض باصدار سطح المكتب ولا حاجة، كنا الاول بنعمل كده عشان لسه ما كملناش الألف مشترك. تمنياتي لحضراتكم بالتوفيق شباب، خالص تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش يا شباب، بعد ما بينتهي البث المباشر مباشرة اليوتيوب بيخلي البث ده خاص، البث بيبقى خاص عشان حضرتك تخليه علني على طول بتدخل على اليوتيوب على صورة قناتك وتضغط على قناتك وتضغط بعد كده على إدارة الفيديوهات. طبعا هنا مش فيه بس عندي، هتختار هيبقى يظهر عندك في اول حاجة هنا هو بيتحمل وبتتم المعالجة، هتضغط على الثلاث نقط عليه كده وعلى تعديل، وتيجي تضغط هنا. طبعا الفيديو ده عندي علني، هتلاقيه عندك بقى البث اللي انت عملته خاص، هتضغط عليه هنا كده وهتحوله من خاص الى علني، دي ملحوظة بس عشان حضرتك ما تنسهاش. تحياتي شباب.